برضه لو استعرضنا الجدول التالي برضه اللي بيأكد كلامنا بالنسبه للاهداف المتوقعه خلال الموسم الحالي والموسم اللي فات، هنلاقي ان الموسم الحالي مثلا كان متوقع ان يدخل الاهلي 26 هدف، طب دخل فيه كام؟ دخل فيه 13 هدف، يعني تقريبا 50% فقط. طيب الموسم الماضي بقى اللي الاهلي خسر فيه الدوري، هنلاقي ان الاهلي كان متوقع يدخل فيه 27 هدف، دخل فيه 21 هدف، يعني بنسبه نجاح 78% من الاهداف اللي كانت ممكن تدخل مرمى. يعني ده برضه بيأكد كلامنا على ان لازم يكون في او اي فرقه بتبتسم بشخصيه البطل لازم يكون عندها توازن ما بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه. هو في مقوله كده دايما مقوله انجليزيه اتقالت كتير في الدوري الانجليزي اللي عمليه ديفند تو وين، يعني والناس ساعات بتترجمها غلط، يعني الناس دايما بتترجم المقوله غلط. ديفند تو وين معناها اللي بيدافع كويس هو البطل، هو اللي بيكسب. فالمقوله ديت انت شايفها منطبقه على ارقام النادي الاهلي خلال الاربع مواسم اللي فاتوا؟ خلال الموسم الحالي حصل تطور دفاعي. تطور دفاعي بالظبط، ده الواضح من الارقام طبعا، واضح جدا برضو من الاداء. طب نترجم ده ازاي؟ الارقام احنا خلاص اتفقنا ان الاهلي اقوى خط دفاع، طب ازاي الاهلي وصل انه يبقى خط دفاع فنيا بقى؟ نشوف هي. الكلام ده من الناحيه التكتيكيه داخل الملعب مع مارسيل كولر، او اسباب ليه النادي الاهلي اقوى دفاع السنه دي في الدوري. بالظبط، يا ريت نستعرض اول فيديو الخاص بالنادي الاهلي ازاي النهارده مارسيل كولر بدا يغير التكتيك اللي موجود مع النادي الاهلي ويبقى فيه ادوار دفاعيه لجميع لعيبه الملعب. بمعنى ان اي لعيب بصرف النظر مركزه سواء وينج او حتى مهاجم، اي لعيب موجود جوه الملعب بيكون عنده ادوار هجوميه ودفاعيه. دي مثلا بالنسبه للضغط العالي اللي بيعمله النادي الاهلي، بمجرد هنا فقد الكوره بيعمل ضغط عالي بحيث ان هو يرجع تاني يعمل استحواذ الكوره في منتصف ملعب. اللي هو الضغط، خساره الكوره في منطقه لازم تاخد كوره في نفس المنطقه، فاقرب مكان ممكن لازم دي كده. عندنا مثلا ده نموذج بسيط في مباراه سموحه، ادي اول كوره فقدها الاهلي، دي تاني كوره هيبتدي الاهلي يبتدي يعمل عمليه استحواذ مره تانيه ويرجع بالكره تانيه في منتصف ملعب الخصم. نفس الكلام لو كملنا هنلاقي ان الكوره برضو للمره الثالثه بيحصل نفس الكلام، يعني عايزين نقول هي سمه بيبتدي مارسيل كولر يشتغل عليها اللي هو الضغط العالي ويبتدي يقطع الكوره، لو الكوره فقدت منك تسترجعها مره تانيه تعمل ريكفري للكوره في منتصف ملعب الخصم. ثلاث مرات متتاليتين موجودين في مباراه من دقيقه بالظبط، الكوره بتفقدها وتبتدي تسترجعها تاني في منتصف ملعب الخصم بحيث ما تشكلش اي ضغط عليك في منتصف ملعبك. جميل. النقطة الثانية برضو اللي خلت الأهلي يبقى أقوى خط دفاع هي زي ما قلت لحضرتك تطوير الأداء الدفاعي لجميع اللاعبين. يعني النهاردة بنشوف برضو عندنا كرة هنا برضو كان في ماتش الزمالك الكرة بتتقطع برضو الأهلي عملية الضغط العالي، بعد يعني بعد ما تخسر الكرة لازم تجيبها بسرعة. بالظبط، بتدي أقل حاجة بنلاقي ثلاث لعيبة بيضغطوا في أماكن الكرة بحيث إن أنت تستحوذ عليها في منتصف ملعب الخصم مرة ثانية. صحيح. النقطة الثانية اللي بتكلم حضرتك فيها وهي غير التكتيك اللي بيلعبه مارسيل كولر هو تطوير أداء الدفاعي لجميع اللاعبين. شفنا يمكن قفشة في الفترة الأخيرة يمكن كان هو بعيد. دي طبعا اللقطة اللي أنت بتتكلم عليها، إن الأدوار الدفاعية إحنا ما شفناش قفشة بيعمل تاكلينج بقالنا فترات طويلة، لكن ده من الأدوار اللي كولر كان مهتم جدا بيها. بالظبط، يعني هو مركز 8 النهاردة راجع عند منطقة الجزاء بيعمل تاكلينج بتاعه وابتدي يستحوذ على الكورة وبيعمل البيلد أب تاني مرة تانية، بحيث على الرغم إن هو مركز 8 مركز صحيح. نص الملعب. صحيح. ولكن هنا مارسيل كولر بدأ يطور الأداء الدفاعي لجميع اللاعبين. يعني برضه شفنا عندنا ديانج مثلا النهاردة الكورة اتقطعت، عندنا ديانج بيرجع تاني كمركز باك رايت، مكان هاني كان اندفع قدام، فخلاص اليو ديانج يعني خلاص بيغطي مكان هاني لغايه هاني، شايفين هاني بيرجع مكانه بالظبط وسط الملعب، التبادل المراكز ما بينه لغايه خلاص ما خدنا الكوره ويرجع كل واحد مركزه. نفس الكلام هنا برضو، دي كوره ثانيه برضو هنلاقي ديانج بيرجع تاني مركز الباك ليفت عشان يغطي على علي معلول. فهنا بنتكلم على تطور الاداء الدفاعي لجميع اللاعبين كمنظومه كامله، مفيش لعيب بنتكلم على مهاجم او مدافع، اي لعيب موجود جوه الملعب عنده المهام الدفاعيه والمهام الهجوميه طبعا بنسب على حسب مركزه، ولكن صحيح. لازم يبقى عنده قدر من المهام الدفاعيه. صحيح. كل دوت ادانا شكل ان الاهلي يطلع السنه دي برضه ده مهم عشان الناس تعرف، ما احنا بنتكلم على احسن دفاع مش احسن خط دفاع بالزبط. بنتكلم على منظومه دفاعيه، لما بنتكلم على النادي الاهلي اقوى خط دفاع معناه ان هو منظومه دفاعيه كتيم.